كشف المسؤول والقاضي الشرعي لتنظيم داعش الإرهابي فوزي بشير العياط الحسناوي كشف عن تفاصيل ارتباطات تنظيم داعش مع جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة. هذا وأكد الحسناوي والمكنى بأبو إسلام في تسجيل مسرب لجلسات تحقيق معه من داخل سجنه في مدينة مصراتة على بوجود علاقة وطيدة مع جماعة الإخواني والجماعة الليبية المقاتلة الإرهابية من جهة وتنظيم داعش الإرهابي من جهة أخرى، وأن الهدف منها كان الاتفاق على محاربة قوات الجيش والشرطة سواء في فترة اللجنة الأمنية وكتيبة ثوار سرت وهي النواة الأولى لتنظيم داعش الإرهابي في المدينة. مدينة أخرى ظهرت في ليبيا بعد سقوط نظام عمر زي تيار الإخوان والجماعة الإسلامية المقاتلة والناس اللي تحمل فكرة قاعدة كده، فهذين ما كانوش عقبة تقولين ليش؟ لأن في عوامل مشتركة، كلهم ينادوا بمسألة توحيد الحاكمية وكلهم ينادوا بمسألة كفر الحاكم رضي الله، ويروا بقتال الجيوش والشرط اللي تناصر في الحكام اللي يحكموا غير ما أنزل الله. فهذين مناهجهم ما كانش عقبة تقولين ليش؟ لأن في عامل مشترك اللي هي مسألة الدعوة لتحكيم الشريعة وتوحيد الحاكمية والتركيز عليها أكثر من غيرها يعني. فالجماعات الأخرى كلها زي الجماعة المقاتلة فكانوا يروا بالقتال والعمل الجهادي، كذلك جماعة الإخوان في أوقات أخرى في دول أخرى كان عندها عمل زي هذا تنظيم القاعدة نفس الشيء، فكل هؤلاء ما كانوش عقبة في هذا. فيما أوضح القاضي الشرعي لتنظيم داعش الإرهابي فوزي الحسناوي أن القيادي في الجماعة المقاتلة الإرهابية عبد الوهاب قايد وبصفته رئيسا للجنة الدفاع في المؤتمر الوطني العام السابق قدم دعما ماليا لهم بمبلغ 600,000 دينار ليبي عام 2012. من ضمنها كانت في تواصل بيننا وبينهم يعني، فكان منهم بعض الأفراد منهم كانوا عندهم اتصال بينا وكذا ويحاولوا، وصار نوع التواصل من اجل خدمه الهدف هذا يعني، هو هدف مساله الوصول لتحكيم الشريعه كيف بيقولوا. فمن ضمن الامور ان ايام كتيبه ثوار سرت عبد الوهاب قايد عضو المؤتمر الوطني اعطي الكتيبه مبلغ 600,000 دينار يعني اكثر من نصف مليون 600,000. كذلك كان في بعض الاشخاص زي محمد قنون مع شخص اخر والاثنين من الجماعه الاسلاميه المقاتله جو لسرت ايام كتيبه ثوار سرت وطلبوا من الشباب ان يشاركوا في انتخابات المؤتمر الوطني من اجل ان يكبروا الكتله اللي تنادي تحكيم الشريعه من خلال المؤتمر يعني. كذلك شخص من الجماعه الاسلاميه المقاتله من مدينه مصراته كنيته ابو حنيفه واسمه محمد غليظ، حتى هو طلب منا ان نشارك في الانتخابات هذه وقال انه المفروض نكثروا عدد الناس اللي ينادوا تحكيم الشريعه في المؤتمر باش ما يغلبوش العلمانيه يعني ما ينجحش الدستور العلماني. ومن ضمنها حتى ايام اللجنه الامنيه كان الشباب يدخلوا اللجنه الامنيه كان يحث فينا ان ما نتركوش يعني نقعدوا ماسكين اللجنه الامنيه. هذا فيما أضاف الحسناوي أن رئيس اللجنة الأمنية بنغازي وهو آمر ميليشيا رف الله الصحات الإرهابية محمد الغرابي قام بصرف جزء من مرتبات منتسبي أنصار الشريعة في بنغازي علاوة على دعمهم بالآليات العسكرية، وهو ذاته ما قام به وكيل وزارة الداخلية عمر الخضراوي المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين. كذلك في أيام اللجنة الأمنية كان في شخص اسمه محمد الغرابي من مدينة بنغازي كان ماسك كتيبة رف الله الصحاتي في بنغازي، هذا جيلي سرت خذيه معه عمار الصيد وعبد الحفيظ بوحريبة وخذوا الملفات تاع الشباب اللي في اللجنة الأمنية وخذوهم باش انه يسجلوهم ينضموا تحت اللجنة الأمنية تحت وزارة الداخلية بشكل رسمي، وساعدهم على انه يصرفوا لهم دفعة أولى من السيارات سيارات اللجنة الأمنية، وبالفعل تم صرف السيارات هذه يعني. وكذلك في وكيل وزارة الداخلية اسمه الخضراوي جاء للجنة الأمنية لما مسكها محمد الجواني بعد ما تركها عبد الحفيظ بوحريبة، جاء لسرت وكان يشتغل ويرتب مع محمد واستلم عن طريقه الدفعة الثانية من سيارات اللجنة الأمنية. فكانت هذه بعض الأمور يعني بعض الأشخاص اللي تواصلوا معنا وحاولوا كان في تنسيق من أجل لخدمة الهدف اللي يسعوا له يعني مثلا تكثير كتلة الناس اللي يقولوا بتحكيم الشريعة في داخل المؤتمر الوطني باش يكون قولهم وقرارهم هو اللي ساري هو اللي ناخذ يعني.